مؤاخذة يا صاحبي، بس ضفر خبط فيه عادي ولا يهم ولا يهمني. بص يا صاحبي زي ما انت عايز، عادي ولا يهم. على فكرة الدبوس ده فيه منون، اديني جبتك في مكان مقطوع شوية عشان تعرف تخطف. انا عارف ان الحقنة دي فيها منون. لا والله. طب انت تعرف ان انا الحرام اللي التيك توك كله بيدور عليه؟ انا عارف. لا والله. طب انت تعرف ان انا الحرام اللي باخد الكلى والقلب والكبد والحاجة وكله والعين وكله؟ ما انا عارف. ولو عايز تاخد الاعضاء دلوقتي خدها قبل ما نوصل مكان التخدير. احنا عندنا كام حرامي يعني عشان نزعله؟ لا 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 لا، في يا اسطى مالك؟ انت مش فارق معاك تموت ولا ما في ايه؟ عايش ليه يعني؟ اعمل ايه لما عايش؟ مالك يا اسطى؟ انت شايل الهم ليه كده؟ انا راح اجيب نتيجه ثالثه ثانوي، يعني مش فارقه معايا اعيش اموت اتاخد اعضائي، مش فارقه. طب اهدى كده يا اسطى، استهدى بالله. لا اله الا الله. بس انت واحد زيك مش هيفهم اللي انا بقوله، لان انت حرامي على باب الله، واحد شغلانته حرام فبتاكل منها عيش. انما انا راح اجيب النتيجه، وابويا لو ما جبتش مجموعها هيموتني. اهدى كده، ولما نجحتش يا عم هشغلك معايا شغلانه حرام وان شاء الله ربنا يفرجها. ولا شغلانه ولا مش شغلانه، ما انا كده كده هاخد الشهاده واقعد في البيت بعد ما اهلي صرفوا عليا ده كله، وابويا بيشتغل وشايفني عاطل. خلاص يا عم، خلاص قطعت قلبي يا عم، خلاص. تعالى بس نصلي العصر وان شاء الله ربنا يفرجها.